الايام اللي فاتت كانت صعبه وكان فيها حاجات كتير مؤلمه جدا، وكان ده الاختبار الجديد اللي ربنا بيحطك فيه. خلاص انت عملتي الحاجه اللي انت عايزاها وسعيتي ليها، خلاص هي معاكي، بس انت استني ليكي اختبار، يا تنجحي في الاختبار ده يا تفشلي، وتشوفي هل الحاجه دي هتريحك بجد ولا هتكون هي سبب شقائك. كلنا تعرضنا للخذلان، وكلنا اتخذلنا في اماكن المفروض ان هي كانت ثقه، كلنا اترفضنا بشكل او باخر. في اللي اترفض من مكان شغل كان بيحلم بيه، وفي اللي اترفض من اهله، وفي اللي اترفض من حد حبه واتمناه، وفي حد حس ان الحياه كلها رفضته اساسا ومر بكل انواع الرفض. مفيش حد ما اتألمش، ولكن الالم دايما بيكون بدرجات متفاوته. كل حد فينا ربنا بيديه الالم والاختبار بتاعه على حسب قوته، ربنا مش هيحملنا ابدا فوق طاقتنا، دايما ربنا بيكون شايف وعارف وحاسس بينا. والالم اللي انت ممكن تحسي ان هو نزل على وشك وخلاص حسيتي ان الدنيا بقت سودة، فما هو الا اشاره عشان يفوقك من اللي انت هتتعرضي له بعدين لو ده ما حصلش. ايا كان اللي حاصل وايا كان اللي انت حاسه بيه، فقومي، انت جميله وقويه. هيجيلك سؤال جواكي، هو انا كنت وحشه عشان يحصل لي كل ده؟ فلا بالعكس، كنت حلوه فوق ما تتخيلي، كنت بتعرفي تهتمي وتحتوي، وكنت بتعرفي تسمعي، كنت شاطره ومصدر دعم وبهجه. طيب هل انا كنت مصدر اذى؟ على العكس ابدا، يمكن انت كنت مصدر الامان في حياه اشخاص ما عندهمش امان في حياتك ولا ملجا غيرك انت، ولكن هم عندهم مشكله. مش لازم ابدا تكون المشكله فيكي، يمكن ربنا بيبعد عنك الاذى اللي انت كنت دايما بتقولي يعني يا رب ابعد عني الاذى ويا رب ابعد عني الشر. كلنا بنقع وكلنا بنحس ان احنا في وقت هننكسر وان الحياه بتقف، ولكن لما ده يحصل ف مفروض ان انت تقومي وتكملي، وعارفه ان ده صعب وعارفه ان ده مش بالساهل، وعارفه ان انت اول لما بيحصل لنا دروب او موقف بيضايقك او حاجه حسيتي ان هي كسرت قلبك، كل الكلام اللي في الدنيا بيبقى مش كافي ان هو يواسيكي، ودايما محدش هيحس بألمك قدك انت. ولكن لما ده يحصل فانت مطالب منك ان انت تطلعي كل اللي جواكي ايا كان اللي انت حاسه بيه. احنا هنا في هي واشترتها هنسمعك دايما وهنكون معاك. اقعدي مع نفسك ورتبي اولوياتك من تاني، عيطي وطلعي كل اللي جواكي، خدي نفس عميق وافتكري ان ربنا لو كان سابك لاختياراتك كنت غرقتي. خلونا نلعب لعبتنا ونشوف احنا النهارده هيطلع علينا ايه. انا الاول عايزه اقول حاجه، انا عجبتني جدا حته ان ربنا لو ما كانش معاكي كنت فعلا غرقتي. انا الكلمه دي عجبتني جدا، حسيت ان حسيت ان فعلا ربنا باختياراته ولو ان هو معانا كان زماننا، يعني مش دايما اختياراتنا المنفرده بتكون صح. بالظبط، رحمه ربنا ومساعده الناس اللي حوالينا هم دول اللي بيسندونا، هم دول اللي بيخلونا نكمل اصلا. وفي ساعات بجد اللي هو انت خلاص اخترتي والناس كلها شايفه انت غلط، لا انا صح حبيبتي غلط، لحد ما تلاقي الالم نزل على وشك، وقتها ايه ده، هو انا ازاي اصلا ما كنتش شايفه كل ده؟ صح. ازاي كل ده حصل والناس كلها شايفه انا بس اللي مش شايفه؟ صح، هنا بقى بتحسي رحمه ربنا. صح، رحمه ربنا ان الالم اللي نزل ده هو ده اللي فوقك.